صباح الخير. على صباح الخير. صباح النور. الله يبارك فيك. الله يخليك. تحيه لك الطاقم والمستمعات. الله يخليك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اليوم غنعطيك واحد البينيك ساهل كيجي رائع وزوين حتى في المنظر. ونعطيك واحد الطوطه اللي باقي الحبل بيض. البيني عندنا ربعه ديال الدقيق. ربعه دقيق. شويه ديال الملحه. شحال ديال الملحه؟ شويه. شويه ديال الملح. معلقه صغيره ديال خميره الحلوه. معلقه صغيره خميره الحلوه. وعندنا خميره ديال الدار. وخميره الدار. جوج معلقه كبار ديال المزهر. جوج معلق كبار ديال المزهر. ومعلقه كبيره ديال الزبده. معلقه كبيره زبده. وواحد الفاني. فاني. وجوج معلق تقريبا عامل ديال الخل ولا معلقه كبيره. مهم اللي فيها الخل. كنخلطو المكونات كاملين وكنعجنو غير بالماء. كنلكو العجينة مزيان. ونعجنو بالماء. بالماء. كنعجن العجينة مزيان تكرطبها ونديرها في واحد البلاستيكة ونخليوها ترتاح. العجينة رطبة وكيما قلتي نديرو في البلاستيك. كنوجدو المدلك ديالنا ونشا. كناخدو ديك الكويرة ديالنا كنديرو نشا وكنسرحوها كامل. هل كتخليها ترتاح تقريبا؟ غير كنشوف السيدة دار طابت شوية صافي تخدمها. صافي تخدمها. كدير النشا فوق الرخامة وتسرحها بالمدلك كلها. ترققها مزيان. صافي وتشدها وطويها علاش كنسمنها. وديرها تاني في بلاستيكة وتخليها ترتاح. نعم. غاتبلها تاني خد الطوع ديالها ودير تاني النشا وتسرحها. المرة خصها تسرحها مقادة علاش كالكارية. صافي من السرحة تكون رقيقة تجيب الجرارة ديالها وتقطعها على شكل طولي وعلى شكل عرض باش كتعطيها بحال الكاريات. نعم. صافي وكتجيب اللاطة ديالها كدير فيها شي منديل زيف باش ما تلصقوش ليها. وكتحطهم تصفهم كلهم وتغطيهم وتخليهم حتى يخمروا. نعم. صافي وكتجيب المقلاة ديالها دير فيها الزيت وتبدا تقليهم راه كيما كتحطهم كيتنفخوا. نعم. كيجيو لذاذ زوينين بغات تعمرهم بلا كان باتيسير تعمرهم غاديرهم كونفيتير ديالهم. ديك الساعات كيبقى الخيار كيجيو الشاشو زوينين. كنتمنى السيدات يجربوها الطريقة. ان شاء الله غادي يجربوها.